بالنسبة لصيام كفارة اليمين وهو 3 أيام، إذا صام الإنسان يوم الأربعاء والخميس والجمعة هل يصح الصيام؟ لأن هناك من قال لأنه لا يجوز صيام يوم الجمعة من ضمن الكفارة، فما الحكم بارك الله فيكم؟ وإذا كان لا يجوز فهل أصوم بدلا من الجمعة يوم السبت أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أولا أن صيام الكفارة لا يجوز إلا عند العجز عن العتق أو الإطعام أو الصيام عن العتق أو الإطعام أو الكسوة، إذا عجز عن هذه الثلاثة فإنه يرجع إلى الصيام، بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ثم إنه إذا وجب الصيام على الشخص فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة، وعندما يصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة فإن صيامه صحيح. لكن الشيء الذي نهي عنه بالنسبة إلى الجمعة أن تفرد بالصوم، يعني لا يصوم قبلها ولا يصوم بعدها. أما إذا صام يوما قبلها أو صام مثلا يوما بعدها، وهو من الناس الذين مثلا يقضون عليهم قضاء صيام أو عليهم صيام واجب، فإن هذا لا شيء فيه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.